الشباب قوة الوطن وقلبه النابض بالحرية ونبع للأمل ومصدر للتفاؤل، فلا تستغني الأوطان عن شبابها، والشباب للأوطان حماة وبنات. الجزائر عبر تاريخها نهضت بشبابها، وفي الجزائر الجديدة للشباب مكانة ومنزلة ومقام، فكل الأبواب للشباب فتحت لتتأكد الفرص وتتجسد في أرض الواقع. فالبناء كما الدفاع هو ساحة ومعركة يخوضها الأشراف والأحرار، لنكون على درب ثورتنا سائرين ولعهد شهدائنا حافظين. فالجزائر يعلو مجدها وتتطور بإسهام كل الأبناء. لما نرى شباب المبدعين ومبادرات خلاقة، صراحة يطمئن الإنسان على مستقبل الوطن إن شاء الله. اليوم بعد تكفل الشباب تاعنا وخلق لهم جو ليتنموا فيه وإمكانيات مالية يعني رصدتها الدولة، أصبحنا في مرتبة متوسطة. نتمنى أحسن إن شاء الله، نتمنى نكونوا احنا الرواد تاع الستارت اب هذو إن شاء الله. إذن الأمور تطورت، وهذا من الأدلة تاع تطور البلاد اقتصاديا. هذه هي الجزائر المنتصرة، هذه هي الجزائر اللي تتقدم بخطوات عملاقة، هذه هي الجزائر اللي تخلي الناس تحترمها أكثر. والثورة تاعنا علمتنا قد ما نتعلم، المدرسة تاع الشهداء ما زال ما عرفناش كل أسرارها وكل إمكانيات اللي أعطتها البلاد في التطور وفي المواجهة وفي التصدي. الجزائر حرة أبية، صنع أبناؤها المخلصون الملاحم والبطولات بتضحيات جسام خطت بدماء الشهداء الأبرار. تمتلك اليوم درعاً قوياً يذود عن حياضها هو الجيش الوطني الشعبي، يدافع عن حدودها ويحمي مشروعها الوطني الطموح. رجاله يحملون قيم الولاء للوطن، عازمون كل العزم على انتصار الوطن مهما كبرت الرهانات وعظمت التحديات. إن السمة الغالبة لأعمال الجيش الوطني الشعبي في السنوات القليلة الماضية تحت قيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، هي سمة الجدية والفعالية، حيث أكد جيشنا العتيد في الميدان ومن خلال نتائج ملموسة بأنه من طينة تلك الجيوش الوطنية التي امتلأت قلوب أبنائها بعزيمة لا تلين وبإرادة لا تقهر، شعارها خدمة الوطن بكل وفاء. الجزائر الجديدة التي انتهجت طريق التغيير تسير وبخطى ثابتة نحو إرساء أسس النجاح والتفوق، تواصل بناء مجدها وانتصاراتها بسواعد شبابها المنخرط في المشروع الوطني الشامل الذي يؤكد على الدوام عمق هويته الوطنية وقوة انتمائه وولائه وإيمانه بوطنه. وطن ترفع فيه التحديات ليرتقي إلى أرفع مراتب التقدم والازدهار. فذلك عهدنا مع الجزائر، وطننا، أرض آبائنا وأجدادنا وشهدائنا الأبرار. تشاهدون في هذا العدد من حصة وعقدنا العزم الحدث: السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر التونسي. كما استقبل السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد ديمتري شوغايف مدير المصلحة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني.
وبالنادي الوطني للجيش السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يشرف على الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء للجنة الأركان العملياتية المشتركة سيموك. ركن من الميدان السيد اللواء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل وفداً قطرياً رفيع المستوى بمقر وزارة الدفاع الوطني. السيد اللواء رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي يشرف على الدورة العادية للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. السيد اللواء قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم يشرف على الدورة العادية 23 للجنة الوزارية المشتركة للبحث عن طائرة التي هي في خطر وإنقاذها. القوات البحرية الجزائرية والقوات البحرية لفيدرالية روسيا تنفذان التمرين البحري المشترك 2023. ركن من تاريخنا يتطرق لمظاهرات 11 ديسمبر 60-900 الانتفاضة الحاسمة. استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم 6 ديسمبر من السنة الجارية بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية، وذلك على هامش أشغال الدورة 17 للجنة المختلطة الجزائرية التونسية المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين. خلال هذا اللقاء الذي حضره ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وكذا أعضاء الوفد التونسي، أجرت طرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، كما تبادل التحاليل ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. في ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية. استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الأربعاء 29 من نوفمبر 2023 بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي السيد شوغايف ديمتري مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا. يأتي هذا الاستقبال على هامش أشغال الدورة 21 للجنة المختلطة الحكومية الجزائرية الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني المنعقدة بالجزائر في الفترة الممتدة من 25 إلى 29 من نوفمبر 2023. هذا وقد كان هذا اللقاء الذي حضره ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وسعادة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر فرصة للطرفين للتطرق لحالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه ليشمل مجالات الاهتمام المشترك، ليختتم اللقاء بتبادل هدايا رمزية. بمبادرة من الجزائر انعقدت يوم الثلاثاء 28 من نوفمبر 2023 على مستوى النادي الوطني للجيش بابن مسوس أشغل الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم كلا من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر. هذه الدورة التي حضرها إلى جانب السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كل من العميد موسى صلاو بارمو رئيس أركان الجيوش النيجيرية الرئيس الحالي لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء ضمن لجنة الأركان العملياتية المشتركة اللواء عمر ديارة رئيس الأركان العامة للجيوش المالية واللواء محمد المختار شيخ مني رئيس أركان الجيش البري الموريتاني خصصت لتسليم الرئاسة الدورية للمجلس بين دولة النيجر والجزائر، كما تم أيضا مناقشة وتقييم الحالة الأمنية السائدة في المنطقة الإقليمية
في المستهل وقف المشاركون دقيقة صمت على أرواح الشهداء الفلسطينيين. وبعد افتتاح أشغال هذه الدورة الاستثنائية من قبل العميد موسى صلاو برمو بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، ألقى السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كلمة بالمناسبة، رحب في مستهلها بضيوف الجزائر معربا عن تشكراته لنظرائه رؤساء الوفود المشاركة على تلبية الدعوة، ومبرزا الاهتمام البالغ الذي يوليه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لأشغال الدورة وأعمال اللجنة. يطيب لي في المستهل أن أتقدم لكم ولكافة أعضاء الوفود المرافقة بأحر عبارات الترحيب بالجزائر للمشاركة في هذه الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان البلدان أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة. بهذه المناسبة يسعدني إبلاغكم رسالة أخوة وصداقة من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الذي يعتبر هذه السانحة حدثا هاما لتقييم الموضوع والعمليات للتحديات الأمنية التي تواجهها منطقتنا والتنسيق الجهود بكل فعالية والتزام حتى يتسنى لنا اتخاذ القرارات اللازمة لبلوغ الأهداف الأمنية المسطرة من طرف بلداننا. في ذات السياق أشاد السيد الفريق أول بالإطار رفيع المستوى الذي توفره لجنة الأركان العملياتية المشتركة في مجال التقييم والتبادل وتوجيه الخطوات اللازمة التي من شأنها أن تضفي على هذه الآلية الهامة للتعاون الأمني مزيدا من الجودة والفعالية والنجاعات في الأداء. بالفعل يعقد لقاؤنا اليوم استثنائيا بالجزائر لتسليم الرئاسة الدورية تكريسا لتقاليد هذا المجلس، وكما تعلمون جميعا فإن هذه الدورة الاستثنائية تأتي بعد الدورة الاستثنائية المنعقدة في الجزائر العاصمة بتاريخ 13 أكتوبر 2022 والتي كان هدفها واضح والمحدد المصادقة والتوقيع على النصوص المنظمة للجنتنا من أجل ترقية تعاوننا الأمني والتنسيق عملية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذا التفاهم المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي لجنة الأركان العملياتية المشتركة. ومن الواضح جدا أن مجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء يعتبر إطارا رفيع المستوى لتقييم وتبادل وتوجيه الخطوات اللازمة التي من شأنها أن تضفي على آلياتنا للتعاون الأمني مزيدا من جودة الأداء والفعالية والنجاعة من خلال تبني الإجراءات التطبيقية التي تفرض نفسها في هذا المجال. السيد الفريق أول جدد في الأخير التزام الجيش الوطني الشعبي بمواصلة مكافحة كل الآفات التي تهدد المنطقة بالتنسيق مع جميع شركائه ضمن لجنة الأركان العملياتية المشتركة. قبل أن أختم أجدد التزامي وتصميم الجيش الوطني الشعبي على المثابرة في مكافحة الإرهاب والجريمة ذات الصلة بدون هوادة، والتنسيق جهوده مع شركائه في آلية التعاون الأمني هذه، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتوحيد جهودنا والتنسيق تدخلاتنا كل فيما يخصه في مجال مسؤولياته مع إمكانيات دعم بعضنا البعض
حسب الوسائل المتاحة من أجل حماية مجالنا الجغرافي وتعزيز الأمن الوطني لبلداننا. هذه الدورة الاستثنائية شكلت أيضا فرصة لرؤساء الوفود لعرض تقييماتهم وتبادل الآراء فيما يخص الوضع الراهن في منطقة الاهتمام، وكذا تقاسم وجهات النظر حول الوضع العام على الصعيدين الإقليمي والدولي. في ختام أشغال هذه الدورة، تمت مراسم تمرير رئاسة المجلس بين العميد موسى صالو بارمو رئيس أركان الجيوش النيجيرية، والفريق أول السعيد شنجريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. تسلم الجزائر للرئاسة الدورية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تحتضن الجزائر مقرها بتمرست بالناحية العسكرية 6، يأتي مواصلة لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون الأمني الذي يحظى باهتمام خاص من قبل السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. وهذا ما ترجمه الاستقبال الذي خص به رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة في 13 أكتوبر 2022 على مستوى النادي الوطني للجيش بابن مسوس، وذلك بمناسبة احتضان الجزائر للدورة غير العادية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، حيث تم خلالها إعطاء ديناميكية جديدة وفعالية للتعاون والتنسيق العملياتي بين الدول الأعضاء من خلال المصادقة على النصوص المنظمة لهذه اللجنة. استقبل السيد اللواء محمد صالح بن بيشة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يوم الخميس 7 ديسمبر 2023 بمقر وزارة الدفاع الوطني سفير دولة قطر بالجزائر السيد عبد العزيز علي النعمة. بالمناسبة أجرى الطرفان محادثات ثنائية، وهذا بحضور العميد مدير العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة. تناولت هذه المحادثات مجالات الاهتمام المشترك بين البلدين. في الأخير تبادل الطرفان هدايا رمزية. أشرف لواء رئيس دائرة الاستعمال والتحضير للأركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 على مراسم انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي بحضور ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الناشطة في مجال المعلومة الجيومكانية في بلادنا على مستوى نادي الموقع للجيش بعين النعجة الناحية العسكرية الأولى. يتعين علينا جميعا إعطاء الأولوية القصوى لوضع حيز التنفيذ للإطار التنظيمي للإدارة المتكاملة للمعلومات الجيومكانية الوطنية، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية الرقمية، والذي سيسمح بتحسين جودة وتكامل البيانات الجيومكانية وتسهيل الولوج إليها وتشارك استعمالاتها وتمكين مستخدمين الحكوميين والخواص على حد سواء من الاستغلال الفعال لهذه البيانات عن طريق ابتكار وتطوير التطبيقات والخدمات الرقمية الجيوميكانية التي ستقدم بلا شك القيمة المضافة المرجوة إلى الاقتصاد الرقمي الوطني. هذه الدورة العادية سمحت بإقرار خطة العمل الخاصة بالمجلس الوطني للإعلام الجغرافي للعهد الحالية، والتي ترتكز أساساً على المحاور المحددة في خرائط الطريق
المقدمة من طرف اللجان الدائمة المتخصصة التابعة لذات المجلس، وقد سمحت هذه الدورة العادية بإرساء الإطار القانوني وبلورة الرؤية الجديدة ذات الصلة بالحوكمة المتكاملة للمعلومة الجيومكانية في بلادنا، خاصة ما تعلق منها بإنشاء البنية التحتية الوطنية للمعلومة الجيومكانية. تجدر الإشارة أن هذا الإطار القانوني الذي جرى إقرار صيغته النهائية خلال هذه الدورة العادية للمجلس قد تم إعداده في إطار تجسيد المبادرة الأممية للتسيير الشامل للمعلومات الجيومكانية، وذلك بالتنسيق والتشاور مع ممثلي مختلف القطاعات والهيئات المعنية وبمساهمة خبراء دوليين في المجال انتدبوا خصيصاً لهذا الغرض من طرف هيئة الأمم المتحدة. بمقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم وفي إطار نشاطات اللجنة الوزارية المشتركة، ترأس قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم اللواء عبد العزيز هوام أشغال الدورة العادية 23 للجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بحضور ممثلين عن كل الوزارات المعنية. بالمناسبة ألقى قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم كلمة نوه فيها بالدور الفعال الذي تلعبه الجزائر في ميدان البحث والإنقاذ الجوي. فقد أعطت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تحت قيادة السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أهمية بالغة لهذا الجانب المهم والحساس، وذلك من خلال تسخير كل الوسائل الضرورية للقيام بالأعمال ذات الصلة، وبالتالي أصبح من اللازم اتخاذ كل السبل للحفاظ على جاهزياتنا في أعلى مستوياتها. يأتي هذا الاجتماع لتقييم النتائج المحققة في هذا الميدان، وكذا العمل على بلوغ أعلى درجات التنسيق والتعاون بين القطاعات الوزارية المعنية بالبحث والإنقاذ الجوي، بالإضافة إلى معرفة الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية اللازمة في هذا المجال. في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري الروسي، رست يوم 4 ديسمبر 2023 الفرقاط الأميرال غريغوريفيتش من الأسطول الروسي للبحر الأسود بميناء الجزائر. بعد التوقف قام قائد المهمة وقائد الفرقاط الروسية بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الوسطى على مستوى مقر القاعدة البحرية بالجزائر الشهيد عمار علي المدعو للابوانت. تخلل التوقف إجراء اجتماعات فنية تحضيرية لتنفيذ تمرين مشترك في المياه الإقليمية الجزائرية. القوات البحرية الجزائرية شاركت في التمرين المشترك بثلاث وحدات عائمة وحوامة البحث والإنقاذ. التمرين البحري المشترك الجزائري الروسي شمل عدة سيناريوهات نفذت في المياه الإقليمية الجزائرية، حيث تمثلت في مناورات تكتيكية كتمرين العبور وعملية الاتصال بين الوحدات العائمة بالأعلام والأضواء وعملية المنع البحري لسفينة مشبوهة في عرض البحر. بالإضافة إلى تمرين البحث والإنقاذ في البحر. التمرين كان فرصة لتبادل المعارف والخبرات بين البحرية الجزائرية والبحرية الروسية، كما تميز بالتنسيق العملياتي الفعال في جميع مراحله من مرحلة التحضير إلى مرحلة إدارة العمليات.
في إطار تنفيذ برنامج التحضير القتالي لسنة 2023-2024، أشرف السيد اللواء قائد الجو بالناحية العسكرية الثانية يوم 29 نوفمبر 2023 على تنفيذ تمرين المناورة للبحث والإنقاذ صار تحت عنوان استرجاع رعايا جزائريين انطلاقاً من منطقة نزاع مجاورة على مستوى المدرسة العليا للطيران الشهيد جبار طيب بطفراوي بالناحية العسكرية الثانية. جسد تمرين المناورة للبحث والإنقاذ على أرض الواقع فكرة تستند على تحضير وإقحام وحدات القوات الجوية لغرض تنظيم وتنفيذ عملية استرجاع رعايا جزائريين انطلاقاً من منطقة نزاع مجاورة، إضافة إلى تفعيل مخطط عمليات البحث والإنقاذ من طرف المركز الرئيسي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ للطائرات في حالة خطر ونجدة أطقمها. إن تنفيذ تمرين المناورة للبحث والإنقاذ يسمح بتقييم سير عمليات استرجاع الرعايا والتنسيق بين مختلف الوسائل المقحمة وتقييم التفاعلية بالنسبة للمواقف الناشئة خلال العمليات، كما يمكن أيضاً من مراقبة تطبيق المخطط الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ للطائرات في حالة خطر سار المفعول، بالإضافة إلى تقييم تنسيق وإدارة عمليات البحث والإنقاذ وكذا تطوير قدرات مختلف الوسائل الجوية المقحمة في العمليات الخاصة. نفذ تمرين المناورة للبحث والإنقاذ بعنوان استرجاع رعايا جزائريين انطلاقا من منطقة نزاع مجاورة في ظروف جيدة وبنجاح على كافة المستويات، حيث تم تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تثمين المعارف المكتسبة وتبادل الخبرات واختبار مدى جاهزية مختلف المشاركين في تنفيذ العمليات الخاصة والتعامل الآني مع المواقف الناشئة. قامت حوامتين من نوع 171 مناورة بإبرار فصيلة من الرماة المطاريين في نقطة التجمع المتعارف عليها، وذلك بغرض تأمين واسترجاع الرعاية تحت حماية حوامتين للدعم والإسناد من نوع 128 آن أو. تم تنفيذ المهمة باحترافية من جميع النواحي حسب البرنامج وفي إطار أمن الطيران. التحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع هو عنوان اليوم الدراسي الوطني الذي نظمته كل من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وقيادة الدرك الوطني يوم 29 نوفمبر من السنة الجارية على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزيرالدا. نيابة عن اللواء قائد الدرك الوطني، أشرف على افتتاح فعاليات هذا اليوم الدراسي العميد قائد المدرسة العليا للدرك الوطني، والذي عرف حضور إطارات من قيادة الدرك الوطني والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وفاعلين وشركاء من القطاعات الوزارية والهيئات الرقابية والاستشارية الوطنية المنخرطة ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد. تضمن هذا اليوم الدراسي إلقاء سلسلة من المداخلات القيمة وتنظيم 3 ورشات عمل مصغرة تم فيها مناقشة المحاور المقترحة من طرف المشاركين. كان هذا الملتقى وهذا اليوم الدراسي إطارا للتفكير بين الأكاديميين وبين الممارسين وبين الملاحظين لهذه الجريمة سواء كانوا من السلك القضائي أو من الضبطية القضائية أو من المؤسسة أو من السلطة العليا للشفافية ووقاية الفساد، وكذلك من الأساتذة الجامعيين. من أجل ماذا؟ من أجل التفكير في تطوير الآليات المعتمدة في أساليب التحقيق وأساليب التحري بما يرفع من تأهيل وكفاءة الممارسين لهذه التحقيقات والتي يقومون بهذه التحريات حماية للمجتمع وحماية للتنمية الاقتصادية. وفي ختام هذا اليوم الدراسي الوطني تم عرض توصيات واقتراحات من شأنها تعزيز آليات مكافحة الفساد بكل أشكاله.
في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي مع منظمة حلف الشمال الأطلسي، رصت الفرقاطة سانتا ماريا F-81 التابعة للبحرية الإسبانية بميناء الجزائر في الفترة الممتدة بين 27 و29 نوفمبر من السنة الجارية. على هامش هذا التوقف، قام قائد الفرقاطة رفقة ملحق الدفاع لدى سفارة إيطاليا المكلف بالاتصال لمنظمة حلف الشمال الأطلسي بالجزائر وملحق الدفاع لدى سفارة إسبانيا بالجزائر بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الوسطى للناحية العسكرية الأولى، وذلك بمقر القاعدة البحرية بالجزائر. وخلال هذا التوقف، شاركت الفرقاطة الإسبانية سانتا ماريا F-81 رفقة قاطرة أعالي البحار المنجد رقم المتن 701 التابعة للقوات البحرية الجزائرية في تمرين بحري من نوع باسكس، وذلك على مستوى الواجهة البحرية الوسطى بهدف تعزيز التعاون العملياتي المشترك بين قواتنا البحرية ومنظمة حلف الشمال الأطلسي. خلال تواجدهم في الجزائر وطبقاً للبروتوكولات والأعراف العسكرية، برمجت للوفد الإسباني عدة أنشطة ثقافية وسياحية ورياضية على غرار زيارة المتحف المركزي للجيش وقصر رياس البحر، إلى جانب إقامة مباراة كرة قدم داخل القاعة بين فريقي الفرقاطة الإسبانية وقيادة القوات البحرية الجزائرية. لتغادر بعدها الفرقاطة الإسبانية سانتا ماريا F-81 الجزائر يوم 29 نوفمبر 2023 بعد توقف دام 3 أيام. في إطار تنفيذ الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية للرالي الدولي اليمامات من 15 إلى غاية 20 نوفمبر 2023، شارك فريق الدرك الوطني للرياضات الميكانيكية فرع الدراجات النارية إناث بستة مشاركات في هذه المسابقة الدولية التي عرفت مشاركة عدة متسابقات فرع السيارات من جنسيات مختلفة: الجزائر، تونس، الصين، فرنسا، بلجيكا والبرتغال، والذي انطلق مساره من ولاية بازا مروراً بمستغانم وعين تيموشنت. المشاركات انهينا الرالي بمشاركة جد مشرفة أظهرنا من خلالها مدى الاحترافية والتحكم الجيد في سياقة الدراجة النارية، حيث عادت المرتبة الأولى للرقيب المتعاقد شمس إكرام والمرتبة الثانية للرقيب المتعاقد تعمور ترانيا، أما المرتبة الثالثة للرقيب المتعاقد قدوري سلاف. لقد شاركت مؤخرا في رالي اليمامات بتاريخ 16 نوفمبر 2023 إلى 19 نوفمبر 2023 الذي يمتد لمسافة 570 كيلومتر ويقطع 3 ولايات: ولاية تيبازا، ولاية مستغان، ولاية عين تيموشنت. تحصلت على المرتبة الأولى كأول منافسة في هذا الاختصاص. كانت أول موعد لي لرالي اليمامات انطلاقا من ولاية تيبازا إلى ولاية مستغانم مرورا إلى ولاية عين تيموشنت عبر 3 مراحل. تمكنت من تحصل على المرتبة الثانية في ترتيب العام اختصاص الدراجة النارية. في إطار تنفيذ برنامج النشاطات الرياضية العسكرية لسنة 2023-2024، احتضنت الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين بالناحية العسكرية الأولى فعاليات البطولة الوطنية العسكرية لسباق التوجيه ذكور وإناث في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 نوفمبر 2023. أشرف على مراسم افتتاح التظاهرة العميد نائب قائد الأكاديمية بحضور ضباط ممثلي عن وزارة الدفاع الوطني. البطولة عرفت مشاركة 25 فريقا يمثلون مختلف المؤسسات والهياكل التابعة للجيش الوطني الشعبي، حيث سادها جو من المنافسة الشديدة وروح رياضية عالية بين الفرق المشاركة. اختتمت البطولة الوطنية العسكرية لسباق التوجيه ذكور وإناث بتوزيع الكؤوس والميداليات
على الفرق الحائزة على المراتب الثلاث الأولى. تم اليوم تتويجنا بالمرتبة الأولى في البطولة الوطنية العسكرية لسباق التوجيه، وكان ذلك نتاجا لتدريبات طويلة ومستمرة وجادة تحت التأثير أحسن المدربين. وفي سياق متصل، أشرف العميد رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة يوم 2 ديسمبر 2023 بالمركب الجهوي للرياضة العسكرية ببشار على اختتام فعاليات الكأس الوطنية للخماس العسكري للموسم الرياضي الحالي بمشاركة فرق تمثل مختلف قيادات القوات والنواحي العسكرية. هذه الأخيرة شهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة ومستوى عالي أبداه الرياضيون في مختلف التخصصات. كما استقبل المنتخب الوطني العسكري للمصارعة إثر عودته إلى أرض الوطن من طرف مدير مصلحة الرياضات العسكرية لأركان الجيش الوطني الشعبي بعد النتائج المشرفة التي حققها المصارعون في مختلف التخصصات خلال مشاركتهم في البطولة العالمية العسكرية للمصارعة التي احتضنت فعاليتها مدينة باكو عاصمة أذربيجان في الفترة الممتدة من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر من السنة الجارية. تجدر الإشارة إلى أن عناصر المنتخب الوطني العسكري للمصارعة تحصلت على 4 ميداليات في مختلف التخصصات. الحمد لله يا ربي، وفقنا ربي باش قدرنا نديروا 4 ميداليات في البطولة العالمية العسكرية كأول إنجاز للمصارعة العسكرية. تحصلت على ميدالية فضية في وزن 130 كيلوغرام مصارعة إغريقية رومانية، وتحصلت على الميدالية البرونزية في وزن 97 كيلوغرام حرة. حيش قدك شاركوا كبير وصغير، حتى واحد ما يقعد في الدار، ما مليك في الدار. الشعب الجزائري عبارة عن ملحمة بدون سلاح. من بين المحطات الفارقة في مسار ثورتنا المجيدة مظاهرات 11 ديسمبر 1960، مظاهرات شعبية كانت فيصلاً حاسماً في مسار ثورتنا، شكلت نقطة تحول لدى الرأي العام الدولي في تعامله مع القضية الجزائرية. المجاهدة تفت آسيا هي من بين شهود العيان اللاتي شاركنا في مظاهرات 11 ديسمبر 1960. في حوارنا معها حدثتنا عن مدى بشاعة ووحشية المستعمر الفرنسي الذي حاول إخماد وقمع هذه المظاهرات، لكنه اصطدم بعزيمة الجزائريين في دعم الثورة التحريرية وإصرارهم في تحقيق الحرية والاستقلال. حرقة تاع استعمار كنا نقراو، هذه اللي خرجتنا. جاء أمر ثاني من الجبال من عند الجنود المجاهدين، كان جارنا الله يرحم الشهداء أبو فلجي، كانوا يجروا أخوات من الجبل وهما يجيبوا الاتصال، وإحنا كنا 13 سنة هكذاك 14 نسمعوا وش يهضروا. يجوا عندي هنا كي استشهد كي غادنا وذا ديدو شرح رحم الشهداء، حنا تما وين ركبتنا الغيره، قلنا دوك حنا ثاني يقضوا علينا ما نقعدوش. المظاهرات هذه كانت وسيله من وسائل الكفاح اللي قام به الشعب الجزائري. هذه المظاهرات لم تكن عفويه، بل كانت مخطط لها، وكانت من أهم الوسائل
التي جعلت فرنسا تخضع لرغبات هذا الشعب. مظاهرات 11 ديسمبر من عام 60 كانت سيفاً قاطعاً لأطماع فرنسا الاستعمارية، جعلت منها مجرد وهم تبدد أمام يقين الشعب الجزائري بعدالة قضيته، رغم غلو فرنسا وتماديها في الإجراءات القمعية والعنصرية ضد الجزائريين. بالكورة انفجرت، ولكن غدوة إن شاء الله ممكن تكون هنا الصباح شوية 10 فتنا العدو. كلمة راني قلت تحية الجزائر ومشيت من قدام باب نتاع المقبرة، ما جيت نوصل للمتوسطة نتاع عباس الغرور، أي موجودة في صنم، ما جيت نوصل ثم وحدي، فإذا به ورائي حوالي 100 واحد اللي يسمع أنا نمشي ونعيد تحية الجزائر تحية الجزائر. مظاهرات 11 ديسمبر محطة فارقة أكد خلالها الشعب الجزائري على اعتزازه بالانتماء لوطنه، رغم محاولات فرنسا محو هوية أمة عانقت جذورها آلاف السنين، أمة تفوقت بإرادتها على سياسة فرنسا الرامية إلى جعل الجزائر جزءاً لا يتجزأ من فرنسا، إرادة هزمت مشروع دوغول وأنصار الجزائر فرنسية، وأكدت أن مطلب استرجاع السيادة لا يقبل المساومة أو التفاوض. فرنسا لم تمنح الجزائر هيبة كما يقال بأن دوغول منح، وهذا غلط وخطأ. دوغول استعمل وسيلتين، وسيلة الترغيب والترهيب. جا دوغول استعمل وسائل الضغط أكثر من جيمولي، ومع ذلك دوغول خضع بتضحيات هذا الشعب. في الجزائر العاصمة وعبر كافة ربوع الوطن الواحد لبى الشعب الجزائري نداء الحرية، تعالت زغاريد الحرائر وتوشحت سواعد الرجال بالعلم الوطني، شعارات اتخذت من السلمية عنوانا وصدحت بأعلى صوت موحد أن الجزائر حرة لا فرنسية ولا ديبولية. هذيك الزغاريد كانت تعاون، لي جان، تعاون المجاهدين، تعاون كلش، خاطش علاش هما غير يسمعوا يقول لك باه ساكوموس لي يويو، يخافوا الزغاريد، العسكر يطفاو شويه، يكونوا يتيري ويكونوا يواتين بعد يفشلوا. مشينا وكل ما نمشوا كل ما يجي الشعب ينفجر، السيل العريم، الشعب جاي من كل مكان، اين توجد الان المحافظة نتاع الشرطة. على مدار أيام من المظاهرات العارمة التي شهدتها مختلف شوارع المدن الجزائرية، تصدت القوات الفرنسية بكل همجية للمتظاهرين السلميين، وقابلتهم بأعتى أسلحتها من دبابات ورشاشات وقنابل، فخلفت بذلك مئات القتلى والجرحى والمعتقلين. كانت صالحة واتيكي صاحبة 12 ربيعاً أول شهيدة تسقي بدمائها ميدان الشرف. صغار، كبار، نساء، رجال، شيوخ، شباب، كلهم شاركوا في هذه المظاهرات دون شعور. قلتك شاركوا كبير وصغير، حتى واحد ما يقعد في الدار، ما مليح في الدار، يخرجوا مساكن يتجاراو كاع برا، نساء ورجال، حتى واحد ما يقعد في الدار. تواصل القمع الفرنسي ليصطدم رغم وحشيته بصلابة الشعب الجزائري الموقن بحقه في تقرير مصيره. نهار كانوا احنا نجرو حتى نقول العصر، ومن بعد نجو العسكر مورانا يجرو لي شار، كانوا لي باراشوتيست،
كانوا هذوك اللي عليهم لي تيريتوريال. لم تذهب هذه التضحيات سدى، فقد ساهمت في فضح وحشية المستعمر أمام أعين العالم، ما أكسب نضال الشعب الجزائري البعد العالمي، انقلبت الموازين وصنعت المظاهرات الحدث على الساحة الدولية لتشد إليها عدسات الصحافة العالمية من خلال نقل صورة حقيقية لما يجري في الجزائر آنذاك. الشعب الجزائري تصدى للجنود الفرنسيين عبارة عن ملحمة بدون سلاح، صدور خاوية وحنا مقابلين السلاح، بحيث ولينا نظنوا أن السلاح اللي كانت فرنسا من حين إلى حين تطرقه كأنها موش رصاص وكأنه ما يقتلش. هذا الحماس اللي كان في الشعب الجزائري، ونتيجته إيه؟ نتيجة التذمر ونتيجة الأفعال اللي كانت فرنسا تعامل فيها الشعب الجزائري. نتيجة للقمع الفرنسي والعنف الذي قابلت به فرنسا المتظاهرين السلميين، اقتنعت الكثير من الدول بعدالة القضية الجزائرية، وتمت جدولتها في أروقة الأمم المتحدة، يتوج الكفاح المسلح بإقرار حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره عبر استفتاء شامل. هذا الاعتراف الدولي وضع حداً لادعاءات فرنسا الاستعمارية. جرائم اللي دارتها فرنسا في هذا الشعب هذا هي اللي جعلت هذا الشعب ينفجر ويضغط على فرنسا والعالم، العالم بأسره اللي أصبح يؤيد الثورة الجزائرية، فخضعت فرنسا وخرجت مذلولة من هذا الوطن هذا. ولأن صوت الحق صدحت به حناجر أبناء الشعب الجزائري وبلغ مداه العالم أجمع، كانت نتيجته بلا شك حرية أعادت الوطن لأصحابه، وأكدت أن مسار التحرر الذي رسم بدماء شهدائنا الأمجاد وببطولات مجاهدين الأخيار هو ذاته اليوم مسار الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، ليكون بذلك خير خلف لخير سلف. الجزائر هذه جابوها الشهداء الله يرحم الشهداء، جابوها أبطال وحاطين من الجبال سفراو، وباش علقوا الإعلام ماشي سهل، وإعلامنا هو المخير في الجنس والبلد.